أميرة ترملت ومات زوجها الذي تحب لتشتعل بذلك في قلبها نار الحقد والانتقام وتتفنن في الأخذ بالثأر له محرقة في ذلك شعبا بأكمله. قتلوا زوجها بتمزيقه استنادا على شجرتين منحنيتين فانتقمت له بأن دفنت خيرتهم أحياء وأحرقت جزءا كبيرا منهم وأجهزت على الباقي بسيوف أعدائها. عن الأميرة أولغا حاكمة روس الكيفية نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. ليس من المعروف تحديدا من أين تنحدر الأميرة أولغا، كما أن المؤرخين لم يحددوا تاريخ ولادتها، إلا أنه من المؤكد بأنها حكمت ما بين 945 962 ميلاديا. ولقد ذكر في بعض المصادر التاريخية بأن الأمير إيغور جاء بزوجته أولغا من مدينة بيسكوف شمال غرب روسيا، فيما تقول المصادر البلغارية بأن أصل أولغا من مدينة بليسكوف البلغارية. المهم، فلقد أحبت هذه المرأة زوجها كثيرا، حيث تزوجته وهي لا تزال في 15 من عمرها، وكان إيغور عندها وريث عرش روسيا الكيفية، وهي مملكة ضمت فيما مضى روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا الحديثة، كما أنها تكونت بالأساس من اتحاد القبائل الذين سكنوا تلك المناطق. وطبعا فإن أسلاف زوجها إيغور هم من بنوا هذه الدولة، ليصل العرش في الأخير إلى إيغور ابن روريك، وهو زوجها طبعا الذي ظل في منصبه من سنة 912 إلى سنة 945. وحسب تاريخ ولادة هذا الأمير الذي يرجع إلى سنة 877 ميلاديا، فإنه قد توفي وهو في 68 من عمره. وطبعا فلقد كانت زوجته أولغا أصغر منه بكثير، باعتبار أنها قد تولت العرش نيابة عن ابنها الذي كان أنذاك في 3 من عمره، بالإضافة إلى أنها قد عرفت بجمالها، حيث تقدم إلى خطبتها الكثير من الملوك، ومن أشهرهم إمبراطور اليونان الذي أحبها كثيرا وطلب منها الزواج، ولكنها دائما كانت تتنصل من ذلك بطرق ذكية. نعود إلى قصة انتقامها، فلقد بدأت القصة عندما قرر زوجها الأمير إيغور أن يذهب مرة أخرى إلى قبيلة دريفيليون، وذلك بعد أن رفضت هذه القبيلة مرة أخرى أن تدفع له الجزية، وقامت مرارا بإنقاص جزء كبير منها. عندها توجه لهم هذا الأمير، ولقد كانت هذه القبيلة كبيرة جدا وكانت أشبه بمملكة مصغرة، حيث كان لها عاصمة، كان ذلك سنة 945 ميلاديا. ووفقا لما ذكره المؤرخون القدماء، فلقد نصبت درفيليون كمينا للملك وقاموا بقتله بأسلوب شنيع للغاية. فيشهد المؤرخ البيزنطي ليف دياكون أن شعب الدرفيليون قاموا بثني شجرتين من خشب البتولة، وقاموا بربط قدمي الملك كل واحدة بساق، ثم تركوا الشجرتين تستقيمان مرة أخرى، وذلك ما أدى إلى تمزيق جسد الملك إيغور. ولعل هذه الطريقة العنيفة جدا التي قتل بها هذا الزوج هي ما جعلت نار الحقد والانتقام تشتعل في قلب أولغا، حيث أحزنها كثيرا أن ينشطر جسم زوجها إلى قسمين، وذلك على يد قبيلة منضوية تحت لوائه. وطبعا فإنه بعد وفاة الأمير إيغور اعتلت أولغا عرش كيف كوصية على ابنها البالغ من العمر 3 سنوات فقط. ولقد ظنت قبيلة الدرفيليون بأنها قد تحررت من سلطة مملكة روسيا الكيفية بقتلهم للملك، وتمادى بهم طمعهم بعد بهجة الانتصار، إلى درجة أن قرروا أن يستغلوا هذا الانتصار للاستيلاء على المملكة بأسرها، وذلك عن طريق تزويج قائدهم مال من أولغا زوجة الملك المقتول. ظنوا بأن أولغا كانت مجرد أميرة يسهل التحكم فيها، ولم يكونوا بعلم بالمصير الذي كان ينتظرهم. وعلى إثر ذلك قاموا بإرسال 20 من وجهاء قبيلتهم إلى كيف، وذلك لإقناع الأميرة أولغا بالزواج من أميرهم. لم تبدي الأميرة الأرملة الذكية جدا ممانعة للفكرة،
طلبت من الوجهاء العودة والانتظار في قواربهم حتى يدخلوا المدينة مجددا في اليوم التالي بموكب مهيب، وأخبرتهم بأنها ستأمر رجالها بحملهم مع قواربهم إلى القصر، وذلك طبعا حتى يعلم أهل كيف مكانتهم العالية ولا يمانعوا من زواج أولغا بقاتل ملكهم السابق. لم يتسرب الشك أبدا إلى هؤلاء الرجال حول نوايا أولغا، وعادوا فعليا إلى قواربهم معتقدين بأنهم قد نجحوا وبأن مهمتهم كانت أسهل بكثير مما توقعوا. ناموا ليلتهم تلك في قواربهم، وما إن طلع النهار حتى جاء جنود أولغا فحملوهم بقواربهم، إلا أنهم لم يتوجهوا إلى القصر وإنما إلى قبور حفرت في الليلة السابقة ليدفنوا هنالك أحياء تحت أنظار الأرملة الغاضبة. بعد ذلك أمرت أولغا بأن لا يصل خبر إلى أفراد القبيلة بما حدث لوجهائهم، حيث أن مقتل 20 من كبارهم أحياء لم يستطع أبدا أن يطفئ نار حقدها. فقامت على إثر ذلك بإرسال رسالة إلى الأمير مال وهو زعيم القبيلة، تخبره فيها بأنها موافقة على طلبه، إلا أنها اشترطت عليه بأن يرسل إلى خطبتها أولا خيرة جنوده ورجال قبيلته، وذلك في موكب مهيب تقنع به شعبها بالخطوة التي ستتخذها. وطبعا فلقد ذكرت في رسالتها بأن الوجهاء 20 في ضيافتها، ولقد وقعت هذه القبيلة في فخ الملكة، فأرسل زعيمها خيرة رجاله وجنوده وذلك لخطبة الأميرة أولغا، وما إن وصلوا حتى أمرت بتوجيههم إلى الحمام وذلك للاغتسال أولا قبل مقابلتها. وفعلا عندما كان هذا الوفد يستحم أمرت أولغا بإغلاق أبوابه وإضرام النيران فيه، وهكذا احترق خيرة هؤلاء الرجال في الحمام. ورغم عما فعلت فإن هذا لم يشفي غليل الملكة، فبعد أن دفنت بعضهم أحياء وأحرقت البعض الآخر توجهت بنفسها مع جنودها إلى القبيلة، وبعثت قبل ذلك رسالة تخبر فيها الأمير بأنها ستصل قريبا، وطلبت منه تجهيز مأدبة جنازة لتتمكن بذلك من أن تحزن على زوجها الراحل قبل الزواج من غيره. وفعلا استقبل درفينيون الملكة وجنودها في مأدبة ضخمة وأكلوا وشربوا حتى الثمالة، وعندها أمرت أولغا جنودها بتنفيذ هجوم كبير فقتل 5000 شخص بحد السيف. بعد ذلك توسل الناجون من أجل الرحمة وتعهدوا بدفع الجزية والولاء لكيف، وأبدت أولغا فعلا بعض التساهل في هذه المرحلة، فطلبت بأن يقوم الناجون بتقديم 3 حمائم لها من كل بيت وذلك بدلا من دفع الجزية، وأوهمتهم طبعا بأنها لا تريد أن تثقل عليهم. ولقد انطلت عليهم خطتها مجددا، فخرجت أولغا من العاصمة مع الحمائم ووقفت مع جنودها على أطراف المدينة، ثم أمرت بأن يربط بقدم كل حمامة قطعة قماش طويلة بنهاية مشتعلة بالنار. ثم بعد ذلك تم إطلاق سراح الحمائم التي عادت مسرعة إلى أعشاشها لتضرم النار في كل المنازل ويحترق الجميع بنار حقد أولغا. طبعا كان من المستحيل إطفاء هذه النيران، بالإضافة إلى أن البشر الذين حاولوا الهرب من المدينة ترصد لهم جنود أولغا وقتلوهم. وهكذا احترقت هذه القبيلة وأبيدت عن بكرة أبيها، لتنطفئ بذلك فقط نيران الغضب في صدر الأرملة المكلومة. هكذا كان انتقام هذه الملكة ممن قتلوا زوجها، إلا أنها وبعد 600 عام من وفاتها أطلقت عليها الكنيسة الأرثوذكسية لقب القديسة، وذلك لأن أولغا كانت أول حاكم يعتنق المسيحية من مملكة روس الكيفية، ويعزى إليها طبعا الفضل في تقبل المسيحية وانتشارها في أوروبا الشرقية. أعزائي هكذا كانت قصة هذه الأميرة التي انتقمت لزوجها. وهكذا أيضا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة، اعتمدنا فيه بالأساس على مقال العربي بوست وما ذكر في موقع History Answers. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.